مساء الخير عليكم مشاهدينا وتحيه شامله لكل افرع القوات المسلحه تحيه للمخابرات تحيه للقوات الجويه تحيه للصاعقه تحيه للمشاه تحيه لسلاح المهندسين تحيه الشامله زي ما احنا قلنا لكل القوات المسلحه وحرب اكتوبر نبدا مع بعض برنامجكم مصر جميله ومعانا مجموعه من الاخبار الخبر الاول هيكون عن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد الندوه التثقيفيه للقوات المسلحه بمناسبه الاحتفال بنصر اكتوبر المجيد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي امس الثلاثاء فعاليات الندوه التثقيفيه ال 36 للقوات المسلحه اكتوبر اراده وطن وذلك بمناسبه الذكرى ال 49 لانتصارات اكتوبر المجيده. وتم عرض فيلم يحكي قصه ابطال المجموعه 139 صاعقه الذين شكلوا باجسادهم الصلبه حائطا ضد دبابات القوات الاسرائيليه <applause> فمنعتها من التدخل في مراحل العبور واقامه رؤوس الكباري. وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمه عقب الانتهاء من الفقره الغنائيه التي قدمتها اداره الشؤون المعنويه بالقوات المسلحه خلال الندوه اكد فيها ان حرب اكتوبر ابرزت مقدره الانسان المصري وتفوقه في اصعب اللحظات التي مرت بها مصر والامه العربيه، وحققت فيها مصر معجزه العبور. واضاف الرئيس السيسي في كلمته ان مصر لم تحارب فقط دفاعا عن ارضها وانما من اجل تحقيق السلام وما نجحت فيه وحافظت على مكتسباته. وحي الرئيس السيسي القوات المسلحه والرئيس الراحل محمد انور السادات وقال تحيه اعزاز وتقدير للقوات المسلحه المؤسسه العسكريه الوطنيه التي اتشرف ان اكون ابنا من ابنائها. وتابع اوجه التحيه للرئيس الراحل السادات بطل الحرب والسلام الذي اتخذ قرار رغم شبح الغموض واتخذ ايضا قرار السلام الذي طوي صفحات الماضي وفتح افاقا جديده بالمنطقه. الخبر الثاني رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا أمس الثلاثاء لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار اجتماعات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة مستجدات موقف المشروعات التي يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة. لافتا الى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه باهميه سرعه الانتهاء من مختلف الاعمال التي من شانها تمكين الحكومه من العمل بكامل هيئاتها من مقرها بالعاصمه الاداريه الجديده خلال الفتره القادمه. واكد رئيس الوزراء اهميه متابعه مستمره لموقف مختلف المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمه الاداريه للتاكد من الالتزام بالتوقيت الزمني المحدد لسرعه انجاز الاعمال الخاصه وكذلك جوده التنفيذ. الخبر الثالث مصر تفوز بعضويه المجلس الاداري للاتحاد الدولي للاتصالات عن قاره افريقيا فازت مصر بعضويه المجلس الاداري للاتحاد الدولي للاتصالات عن قاره افريقيا من للفتره من 2023 2026 وذلك بعد إعادة انتخابها لعضوية مجلس الاتحاد في الانتخابات التي جرت خلال فعاليات مؤتمر المندوبين ومفوضين الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات في العاصمة الرومانية بوخارست خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 14 أكتوبر بمشاركة أكثر من 180 دولة وتعقيبا عن هذا الفوز اوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان مصر عضو في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات منذ عام 1973 فضلا عن عضويتها بالاتحاد منذ عام 1876 حيث تتطلع مصر خلال الفترة المقبلة للمجلس من 2023 إلى 2026 إلى استكمال مسيرتها في المشاركة بفاعلية في أعمال وأنشطة الاتحاد الهادفة إلى خدمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدولي بكده خلصت معانا مجموعه الاخبار الموجوده النهارده معاكم في برنامجنا مصر الجميله معانا النهارده فقرتين هتكونوا عن اكتوبر واحده بتتكلم عن حرب اكتوبر هي مازال الشعب المصري في نوع من انواع المثابره والجاد والتفوق احنا في حاله زي حاله الحرب بالظبط بنركز بنشتغل بنعمل من حاجات كتير جدا لدفع عجله التنميه والرفع قمه بلدنا عاليه ان شاء الله ما بين الامم كلها وهيكون لقاء مع كاتب الصحفي ايمن السيسي والنهارده برضو معانا الدكتور ياقوت الديب ناقد سينمائي وعن اعمال الدراما الخاصه بالحرب اكتوبر نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني وصباح الخير رجعنا لكم ونبدا مع بعض فقرتنا الاولى زي ما احنا قلنا الحلقه النهارده كلها عن حرب اكتوبر، حرب اكتوبر عدى عليها تقريبا 48 سنه او 49 سنه. حرب اكتوبر هي الحرب الوحيده اللي تمت في النهار الساعه 2 الى 5 الظهر. حرب فيها خدعه استراتيجيه كبيره جدا 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 من قبل المخابرات العديد من الدول منها إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية روسيا العالم كله تقريبا خدع بمعاد الحرب حاجات كتير جدا تم تدشينها في حرب أكتوبر للدراسات الخاصة بالأكاديميات العسكرية على مستوى العالم وقبل حرب أكتوبر طبعا الحرب اللي كانت مؤهلة لحرب أكتوبر حرب الاستنزاف وخروج اللانش البحري الحامل للصواريخ وده كان اختراع مصري خالص وبالفعل تم تحويله إلى قطعة من قطع البحرية الرئيسية بعد كده في الأساطيل العالم كلها حرب أكتوبر مجموعة من الايقونات الموجوده جواها من شجاعه وقوه مهندسين شعب احنا عارفين ان حرب اكتوبر تقريبا هي الحرب الوحيده للشعب فيها ما سجلش ولا حادثه سرقه واحده كان كله متكاتف عشان الحرب ولنجاح عمليه الحرب ونجاح الدوله بشكل كامل عن موضوع حرب اكتوبر والكثير من الكلام عنها على قد ما نقدر في الوقت المتاح لينا لقانا هيكون مع استاذ ايمن السيسي الكاتب الصحفي اهلا وسهلا بك فندم اهلا وسهلا صباح الخير أه كلمه حضرتك عن حرب اكتوبر الاول تفضل طبعا هو اكتوبر يعني هو افضل واعظم انتصار للعرب والمسلمين في العصر الحديث وهو ده اللي بياكد قدره مصر ودور مصر الثابت والدائم والتاريخي في مواجهه اعداء الامه العربيه والاسلاميه زي ما كان في حطين وفي عنجلوت وكل المعارك القديمه حتى من ايام الفراعنه قدره الجيش المصري على حمايه الحدود وعلى حمايه المنطقه العربيه والاسلاميه هو ده اللي تاكد في حرب اكتوبر بالتالي احنا يعني الحقيقه احنا محتاجين نهتم اكتر بحرب اكتوبر ونتكلم عن ال... في بطولات عظيمه جدا طبعا رغم ما تم تناوله من انجازات وبطولات خلال السنوات ال... الماضيه يعني بعد الحرب الا ان هناك كثير وكثير والى الان لم تسجل السينما ولم تسجل الدراما بما يليق باكتوبر. النهارده احنا بنشوف انه اكتوبر اه امتداد اكتوبر رجال اكتوبر اللي موجودين دلوقتي اللي هم يعني انا عايز اتكلم في فكره الانجازات اللي بتتم حاليا و دور ابطال ورجال القوات المسلحه في هذه الانجازات يعني ما يتم الان من تعمير وانجازات عظيمه بتتم ومشروعات كبرى بتتم في في مصر كلها على امتداد مصر كلها بيقوم به بي رجال من القوات المسلحه وانا بقدم تحيه ليهم دلوقتي طبعا مش هقدر اذكر اغلبهم يعني لكن أشير بالتحية لسيادة اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والجهاز المركزي للتعمير قايم بدور مهم جدا 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 في مصر من خلال إنجازه لكثير من الإنجازات اللي تمت في مصر سواء في البحر الأحمر أو في الصعيد أو في القاهرة، جهاز تعمير القاهرة الكبرى، الوصول جهاز التعمير أو أجهزة التعمير الفرعية اللي تتبع الجهاز المركزي للتعمير لعمق الصحراء من قرية الجارة أو واحة الجارة أصغر واحة في العالم تقريبا إلى حل... حل... حلايب وشلاتين الإنجازات اللي تمت هناك الحقيقة إنجازات عظيمة جدا أنا بشوف إن اللي هو محمود نصار وجهاز التعمير ورؤساء أجهزة التعمير الفرعية قدموا انجازات عظيمه جدا في صمت والحقيقه هم يعني مش متعودين يتكلموا ويمكن احنا ما فيش ضوء عليهم بالقدر اللي يوازي ما تم انجازه ولكن ما تم انجازه على الارض واقع والناس شايفاه يعني هم اشتغلوا في حياه كريمه تقريبا اغلب الانجازات اللي تمت في حياه كريمه في القرى تمت من خلال الجهاز المركزي للتعمير والحقيقه انا شفت ده في الصعيد وفي بحري وفي مرسى مطروح وفي سيوه وفي الدلتا كمان انجازات تمت بدقه شديده وبمتابعه دائمه من سياده اللواء نصار والدول من سواء من المنطقه العربيه او من العالم القوى الكبرى يعني للضغط على مصر بشكل كبير حصل انه كثير من المشروعات بدات تتوقف تباطات عمليه التنميه لكن الشعب في الوقت ده في الفتره ما بعد 67 الى 73 الحقيقه قام بدور مهم جدا يعني انا حتى اذكر الدكتور جلال امين كتب في كتاب قصه الاقتصاد في مصر اتكلم على ظروف مصر السياسيه في اعقاب حرب 67، اتكلم على يعني في 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 ارقام كثيره ان المنح والمعاناه العربيه تقريبا ضاعت في خدمه الدين واقساطها السنويه كانت تقريبا 240 مليون وارتفعت الديون الى 5 مليار جنيه، لكن هنا في نقطه مهمه قوي فيما ذكره استاذنا الدكتور جلال امين رحمه الله عليه ان الشعب اكتتب بسبعة مليون جنيه فيما اسمي سندات الجهاد يعني كان سندات الجهاد ديت اه اه قدمتها الحكومه انها اه عايزه عايزه فلوس كان طبعا في 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 دعم المجهود الحربي في ناس عملت الفنانين مثلا عملوا حفلات يعني احنا عندنا صوره شهيره في الاهرام الست ام وهي بتطلع فلوس من استاذنا الراحل توفيق الحكيم في التبرعات كانت بتلف وعملت حفلات في باريس عملت حفلات في مختلف المناطق او البلدان ووجهت للمجهود الحربي اسماعيل ياسين برضو وجه كثير من الناس الشعب نفسه سندات الجهاد دي اللي تم ويعني حسب الارقام اللي موجوده في كتاب استاذنا دكتور جلال امين ان ارتفعت ودائع البنوك الى 400 مليون جنيه بينها 27 مليون شهادات استثمار عائلي ده كانت مشاركه الشعب في ذلك الوقت طبعا في الوقت ده برضه الشعب اتحمل كتير قوي يعني كنت السلع ما كانتش موجوده يعني كنا بن حسب ما نسمع من من ابائنا وامهاتنا ومن اساتذتنا اللي عاشوا هذه الفتره بوعي ان كانت في سلع كثيره في يعني حد يقول لك انه كان مثلا طابور الجمعيه وكان كل حاجه تقريبا بتبقى في الجمعيات الاستهلاكيه كان طابور الجمعيه مثلا ممكن تقف فيه عشان تاخد فرخه ولما توصل للكاشير او للمكان اللي هتدفع وتاخد منه يبقى نفذ العدد اللي موجود م. طبعا كانت في ازمات اقتصاديه كبيره احنا الان بنعاني لكن مش بنفس القدر من المعاناه اللي حصلت في في 67 او في ما قبل 73 <تصفيق> <تصفيق> يعني السنوات دي كانت سنوات الحقيقه صعبه جدا على المصريين الان الامور صعبه ويعني فيها صعوبة وفيها أزمات اقتصادية وفي يعني معاناة إحنا كشعب بنعاني من أزمات اقتصادية ارتفاع الأسعار لكن السلع موجودة ما اختفتش السلع إحنا شفنا في يعني أنا كنت في في أوروبا الفترة الأخيرة في سلع في لندن مش موجودة في سلع في النمسا في فيينا مش موجودة أو أو لما تاخد حاجة تاخد نوع يعني لو هتاخد واحد. نوع تاخد ازازه واحده زيت مثلا ده الى الان متوفر في مصر انا شايف انه يمكن احنا الفتره القادمه يعني اعتقد الامور هتبقى سيئه في العالم كله لان زي ما سيادتك اشرت على ظروف حرب اوكرانيا <applause> عفوا الحرب الان التقديرات لكل المتابعين سيئة و... سيئة جدا لا هو و... هو, و... هو و... ببساطة في يعني دليل صغير خالص خالص يثبت أن الموضوع هيتطور <applause> <applause> بشكل كبير تفجير خطوط إمدادات الغاز الغاز <applause> هي أكبر دليل لأن هو خط الغاز اللي تم تدميره عشان يتم بنائه تاني بيقعد سنة لثلاث سنين انت في حاله الامداد ده المالي ده ده, ده, في ده في حاله ان هم, هم شغالين بالظبط ده في حاله الامداد, طبيعي. الامداد الكامل فمعنى آه. كده ان انا لما <applause> يجي يحصل تفجير للمنطقه دي يعني بالعقل بس تمام ما فيش نيه لوقف هذا الموضوع على الاقل سنه سنه ونص ده ده يؤكد آه يعني بالزبط. هو انا عندي نيه اتصالح معاك بعد شهر مش هينفع مش هتخسر آه. عداوتك دلوقتي ما خلاص لكن آه. لو انا خلاص ما عنديش النيه للتصالح معاك اساسا بتعمل الافعال السيئه او اه ده ده بيؤك... وكمان في حاجه حضرتك انه ال... ال ال سيرورة التاريخ نفسها وحركة التاريخ بتؤكد لنا احنا كباحثين تاريخي باحثين في التاريخ تقدروا تستقرأوا انو... آه ال... بالماضي اه انه انه كل حقبة من الزمن لازم يحصل حدث كبير مزلزل يعي... مزلزل بيعيد ترتيب, يعيد ترتيب المنطقة يعني اوروبا عكس ما الناس متصوره او البعض متصور ان اوروبا هي دول قائمه زي ما هي لا اوروبا هي عباره عن مجموعات قطع اراضي متلصمه في دول يعني لا فرنسا حدودها الحاليه هي فرنسا اللي كنا نعرفها قبل الثوره الفرنسيه ولا النمسا ولا ايطاليا الله ولا, الله ولا يعني كل الدول ديت حتى اوكرانيا نفسها كانت جزء من الاتحاد صح السوفيتي قبل صح. يعني هي أعلنت كأوكرانيا صح كدولة صح. 1918 صح. بعد الثورة البلشفية القرم نفسها اللي عملوا أزمة عليها سنة 2014 كانت جزء من الاتحاد السوفيتي, الاتحاد السوفيتي وفي سنه 45 اهداها ستالين او حطها ضمن دوله اوكرانيا اللي هي جزء من الاتحاد الجمهوريات السوفيتيه عشان يتخلص من ازمه الدين الأمريكي وكانت امريكا لها دينه وكان في فكره ان يعملوا الوطن القومي اليهود فيعني الدول دي نفسها ما هياش بنفس التكوين ده ولذلك حركة التاريخ وسيرور التاريخ بتؤكد أن دائما سيحدث. سيحدث حدث مزلزل وحاسم وسيغير من العالم الأزمة إحنا بنعيش الأزمة الاقتصادية في مصر طاحنة ولكن العالم كله يعيش هذه الأزمة لا لا هو حضرتك كلام تأكيد على كلامك أنه في أزمة يعني في ألمانيا دلوقتي بيوزعوا الأكل بمنافس حكومي. <applause> لانه مفيش اكل وبداوا يوزعوا بطاطين في المدارس ووينجوب... عشان التدفئه ونزول... ما... ونزول الجيش للـ 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 البريطاني في شارع لندن بالظبط <applause> فهو الازمه الطاحنه احنا في مقدمات ازمه انا كنت يعني كتبت مقال انه احنا من 2010 الى الان او الى 2020 كنا دخلنا مرحله عذاب النار من 2020 بدانا في مرحله بئس المصير وده هيشمل العالم كله الحقيقه ولن تنجو دوله من الدول من الا بالقدر الذي تستطيع فيه ان تحافظ على مقدرتها مقدراتها وتيسير حركه شعبها وحدودها وحدوده وحمايه حدودها ولذلك احنا يعني انا انا شايف انه مصر اقل الدول تضررا او ستكون اقل الدول تضررا من ما يحدث اولا الحرب ستتوسع في تقديري وتقدير كل العلماء لا لا ده حقيقة وكل سنة إنه البح... الحرب هتتوسع عفوا <applause> 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 وهتشمل وقد تصل الى حرب لان انت حرب عالميه لان احنا لسه عندنا ازمه بحر الصين الجنوبي وخليج تايوان و الازمات وأعتقد اللي واعتقد حضرتك تعرف ان الصين اعلنت وقوفها مع روسيا في اي اي تعامل طبعا لان لان الاثنين هو الاثنين بيمثلوا يعني حمايه لبعضهم ظهر لبعض وفي نفس الوقت انه التغيير الشكل العالمي والنظام العالمي هم الاثنين طالبينه بالظبط اه فالفتره الجايه الامور هتبقى ستسود ستسوء جدا لكن انا آه مطمئن في مصر الى حد ما صحيح احنا هنعاني انا شايف ان الثلاث اربع شهور القادمين فاصلين هيبقوا فاصلين وهنعاني فيهم صح. حتى بيقولوا بدايه من اكتوبر السياسيين ما من هو اه يعني, بداية من أكتوبر ده؟ يعني احنا تقديراتنا او انا انا تقديري الشخصي حسب المعطيات اللي موجوده <applause> انه آه بدايه من من شهر اكتوبر <applause> الى مارس مثلا هنعاني لكن أنا بقول إنه إحنا حققنا زي ما بدأت بـ بـ بتوجيه التحية لسيادة اللواء محمود نصار والجهاز المركزي للتعمير وأفرع الجهاز التعمير اللي موجودة في مصر اللي استطاعت إنها تنجز أعمال حقيقية وـ 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 وإنجازات الحقيقة يعني شوف ال عداله التوزيع في المشروعات ده مهم جدا على مستوى مصر كلها لان كان جمال حمدان استاذنا الراحل العظيم كان قال ان القاهره راس كاسح على جسد كسيح فكانت القاهره بتستحوذ على كل المقدرات وكل يعني حتى سبل الترفيه الان ما تم من خلال الدوله وانا باكد تاني على الجهاز المركزي التعمير لان انا شايف ان هو من افضل الاجهزه اللي اشتغلت او بتشتغل في مصر خصوصا بعد ما جه سياده اللي هو محمود نصار رئيس لهذا الجهاز وقدمت انجازات حقيقيه وفي صمت شديد والعداله في توزيع المشروعات آه وخصوصا في حياه كريمه لكن في الـ 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 الخطه بتاعه جهاز التعمير المركز التعمير اساسا كانت في عداله في التوزيع بس, في بس, انا بيني وبينك برضو يعني هو الجيش كله بيشتغل بغض النظر عن جهاز المركز طبعا طبعا التعمير الجيش كله من اوله لاخره يعني قاعده برنيس البحريه الجديده <applause> الاسطول البحري الجديد اللي اتمد لغايه نص الشرق البحر المتوسط طبعا انت حاجات كتير جدا ما تم يعني احنا نفتكر انه لما الدوله المصريه بدات تشتري من بعد 2014 اسلحه ما كانش كثيرة ما كانش هبقى. وتنوع مصادر كانش السلاح لا لا. وتجيب اسلحه نوعيه انا في تقديري انه يعني لان انا اطمئن الى قيادة الدولة والى الدقة تقديرات اجهزة الدولة وادارة الدولة في هذه المرحلة كانت مستشرفة يعني اجهزة اللي عندنا في مصر اللي في دي شايفة الدولة مستشرفة المستقبل شكله ايه ولذلك لما طلع الرئيس مره كان على ان سرت والجفره خط احمر الاتراك لم يستطيعوا الـ كسر الـ التحرك او الوصول الى سيرت لانه انت عندك جيش قوي اه تم تحديث اسلحته عندك اه منظومه عسكريه قويه رفع كفاءه عندك جيش صلب حقيقي واحنا عندنا برضو في ميزه في الجيش المصري انه الجيش عنصر واحد وده اللي مش موجود في المنطقه كلها يعني لو بصينا حوالينا في جيوش المنطقه كلها المصري جيش من عنصر واحد مسلم ومسيحي وما تفرقش بينا احنا لو قاعدين اربعه خمسه ما تعرفش تفرق من مين فينا المسيحي ومين فينا لا المسلم والاثنين استشهدوا والاثنين انجزوا يعني مساحة و... كده اه اه ما, ما دي عظمه مصر اللي تحققت في الجيش المصري عكس ال... 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 كل الدول المناطق الجيوش المناطق اللي حوالينا والدول مذاهب أعراق قبائل جهويات ولذلك يعني في, في, في حزمات كتيرة فلذلك أنه إن الجيش المصري سواء شوف هو الجيش المصري طول عمره من أيام أحمص هو العمود الفقري لمصر هو خلينا نختم والحماية الحقيقية مش لمصر بس للمنطقة كلها والإنجازات اللي تمت يعني الحقيقة انا في تقديري إن ما تم من انجازات واحنا لو بصينا ورصدنا اسماء الرجال اللي اشتغلوا في هذه المرحله هتلاقيهم اهم واخلص رجال الجيش المصري من المهندسين العسكريين هو ختاما بعد اذن حضرتك طبعا ان هو يعني زي ما ستة قلت كده بس هو تاكيد على الموضوع ده ان هو مصر ببساطه خالص هي اول دوله او اول حكومه مركزيه في تاريخ مصر <applause> قبلها ما كانش في حكومة مركزية واول جيش نظامي على مستوى العالم برضه هو الجيش واول المصر. دولة محددة يعني حدودها معروفة حدود والى الان هي نفس حدود صح. مصر انا بس عايز اضيف حاجة عشان يعني احنا نطمئن نفسنا بيها صدق. انه هناك وعد الهي لمصر بالاستقرار يعني ربنا قال في في حاجة اتقالت لم يذكرها سبحان الله رب العزه الا مصر والحرم الشريف في مكه لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين وقال في مصر ادخلوا مصر ان شاء الله امنين آمين. ولما قال لالاف قريش الى فهم رحله الشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف وفي مصر قال اهبطوا مصر فان لكم فيها ما سالتم صحيح. فالوعد الالهي بالأمن والطعام متوفرين بقدرة رب العزة وستره وبتسخيره للجيش المصري لحماية هذه الدولة وقيادة التنمية فيها أستاذ أيمن السيسي كتب الصحف أشكرك جدا يا فندم وصباح الخير